سامعني يا طيب؟ نعم أخي الكريم، تفضل. أقول لك، أنا عندي منام نعم تقريبا شفت 3 أسابيع، شفت نعم الرسول منام، بس ما عليه كانت أفضل نفس الصلاة المواصفات والسلام. اللي أنا يعني. ما كانت نفس المواصفات اللي إحنا عارفينها، اللي كان وجهه أبيض وكان يعني أكحل شعره كذا العينين، شعره. أكحل العينين. آه إيه، أنا شفته نعم. كذا محلق، كان محلق شعره تقريبا رقم 4، ووجهه كذا زي الحم، ما هو أبيض. وكنت شفته جالس بيقوم كذا، ما كان طالع فيني طبعا، أنا كنت طالع فيه، وكان زي اللي بيقوم بعدين خلاص انتهى المنام، ما عاد شفته. أنت عازب ولا متزوج أخي؟ لا لا، أنا طالب عسكري، أعزب. طالب؟ كم عمرك؟ أيوه طالب عسكري، عمري كم 19. عمرك؟ طيب أنا 19. هسألك سؤالين، هسألك سؤالين وجاوبني بصراحة. إيه بتصلي ولا لا؟ علاقتك بربنا إيه؟ والله الحمد لله مواظب على الصلاة تقريبا لي الآن 2 سنين. طيب وعلاقتك بالسنة؟ سنة الرسول نعم. بس فيها والله بعض الشيء. هل بتطبق أي شيء من سنة الرسول، حاجات أنت عارفها وبتعمد إنك أنت مش بتطبقها، أو حاجات أنت عارفها وبتتغاضى عنها؟ والله شوف، انا بكون معك سري الصراحه، يعني انا شيء اعرف صح من سنه الرسول صراحه ما اعاند اني ما اسوي، لا، وشيء انا غافل عنه لا والله، ما هذا عاد علمي عند الله، انا والله ما اسوي شيء يعني بعناد اني ما ابغى اتبع سنه الرسول. فعلت ذنب أو معصية في الفترة القريبة دي؟ قريب لا والله، بس اني تايب عن ذنب لي فتره طويله. جدد التوبة يا أخي. منامك ليه تأويلين، إما معصية أو ذنب، أو إنك أنت بتتغاضى عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول جالك بطريقة مش اللي هي اللي معروف عنها صلى الله عليه وسلم، فهو جالك في شيء يعني حزين، تمام؟ فجدد التوبة، عليك بتجديد التوبة، وعليك على قدر الإمكان طبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي أنت عارفه طبقه في حياتك، وأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي لك مرة أخرى في المنام وهو راضي وفي هيئته التي نعرفها إن شاء الله. والله والله شوف، تعالى أعلى وأعلم. صرت المنام هذا عند واحد قال لي انك انت مقصر، فش مقصر يعني في سنن الرسول، ولا انا يعني كنت افعل ذنب؟ والله زمان انا ما ادري، هذا يجوز لي اقول لك ولا اخلي بيني وبين ربي؟ لا لا أخي، لا تجهر بالمعصية، خلاص شيء بينك وبين لا ربنا ابوي ما سابقا تبين، يبعدني عن هذا الشيء، ولكن ولكن الحمد جدد لله، التوبة. الحمد لله يعني ما في اي شيء انا اسويه يعني، او اني ابغى اتقصد الذنب. وصراحه هذه الفتره احاول اني ابعد عن كل شيء يغضب ربي، الحمد لله للفتره متقرب، ولكن من ناحيه تكسير في سنه الرسول ممكن. ايوه عليه الصلاة والسلام. اه، نسأل الله لك أخي الكريم الثبات، وأن يعني يتجاوز عنك ويقبل توبتك، وأن الله، يلهمك كل ما فيه الخير لك إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن الان يعني المعنى التكسير في سنه الرسول بس صح يعني؟ نعم، سنة الرسول عليك برضه أيضا بتجديد التوبة أخي، عليك بتجديد التوبة. يعني ما انا فاهم، نعم؟ ما انا فاهم يعني كيف اجدد التوبه؟ يعني استغفر، عليك بالاستغفار، كل ما تفتكر معصية أو ذنب أنت فعلته استغفر وتوب إلى الله. قرر هذا الدعاء: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ده أفضل دعاء لتجديد التوبة. طيب تمام، يعطيك العافية يا الأمير، ما قصرت. جزاك الله خيرا أخي، جزاك الله خيرا.